burn out with my Glocky, yeah, it's turn on. I'ma get this cheddar, I know better than to burns. I was in a cell, I'm not Magella when I pop out. 12 was trying to catch it, now I turn into a cock. I wipe the block out, mop out, 2D when I hop out. Cops out, call outs, they ain't know we ball out. He down, chill out, I can shut the heat down. She down, she loud, yeah, I turn into a freak now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bad bitches in my own section. You press me, boy, me my Weston. 4-door coupe with the rims extended. I done got too litty in my city, feel like Virgil. If we got a problem, I got hitters in each borough. Boyfriend tryna test me, so I put his girl on furlough. I get triggered happy, I'ma burn you a bozo. Rest my jeans, yeah, I'm poppin', I'ma pull out with a chopper, whoa. واش هاد بلادي مرحبا بكم كاملين في فيديو جديد. مرحبا بكم في نانشانغ بالليل. اليوم ان شاء الله غادي نكتشفوا نانشانغ بالليل بواحد الفيديو اللي صغيور بزاف. المتعه هنايا المحلات ديال الاوتاكو، المحلات ديال الكوسبلاي. شو بزاف ديال البلانش كاينين هنايا، ستريت فود. اكتشفوا معنا اليوم ان شاء الله بزاف ديال الحوايج في هذا الفيديو الصغير. عندنا واحد نص ساعه من الكولاب ديالنا، طبيعي الحال حيت ما جيناش بوحدنا، جابتنا الكولاب ديالنا لهاد البلاصه هادي وعطاتنا الحق في نص ساعه. دونك تنتمنى نبارطاجي معكم ماكسيموم. دونك قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش ديروا لايك سبسكرايب كومنت. هلو صاب الناس زوينين بداو تيبانو. بيس ليكم الاخوات، يلا. I never burn out with my Glocky, yeah, it's turn up. I'ma get this cheddar, I know better than to burns. I was in a cell, I'm not Magella when I pop out. 12 was tryna catch it, now I turn into a cock. I wipe the block out, mop out, 2D when I hop out. Cops out, call outs, they ain't know we ball out. He down, chill out. اللعيبة دي معروفة في آسيا، عندك اليابان والشينو. الناس ديال لاني بغا يعرفوها. اش بان ليكم؟ باش نتواجدوا دابا فواحد الحي فيه ستريت فود هنايا، كاين واحد كاين جوج، هذا مو الصوصيص. داخلين واحد الشارع اللي قديم شويه، كيف تشوفوا هنا من البدايه غيبان لكم قديم شويه، داكشي داير بحال جديده، ايام الاستعمار ديال البرتغال. شي ناضي 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 هنايا، واو واو واو، عرفتي الاضواء هنايا، يا سلام. اليوم دخلنا لواحد الحي شعبي شويه، اليوم ان شاء الله غادي نكتشفوا شنو كاين في هاد البلايص كاملين، وان شاء الله غنبارطاجيو معكم الخوت نانشانغ بالليل. شوف على واحد البوابه هنا الخوت غندخلوا معاه هنايا، ديزاين ديال الشينوا ايفري وير. شي ناضي ناضي ناضي. ماما خوت قال لك هذا الاله ديال نانشانغ لوكو غان. دونك الخوت كيف تشوفوا هنا الاضواء، داكشي ناضي ناضي ناضي. مرحبا بكم في نانشانغ بالليل. نانشانغ تعتبر من احسن المدن الابحاث الخوت، وفي ناحيه من على المدينه ديال الناس الابطال. دونك قال لك الخوت هذا الاله هذا اللي وريتكم قبيله، ما رجعوه زعما، ماشي اله زعما ديالهم. علاش هما رجعوه اله؟ حيتاش كان بطل ديال نانشانغ، بحال اللي قلتي شي واحد دار شي حاجه ترجعوا بطل. دونك بنادم تيحترمو و تيقدر تيولي عبد. خوت حنا دابا قدام واحد المحل ديال القهوه، هاد المحل هاد الشركه ديال القهوه تعتبر من احسن شركه ديال القهوه كاينه في الشينوا كامله، تعتبر هي ستاربكس ديال الشين. الخوت كيف تشوفوا هنايا كاين الديزاين هذا وكاين الورد، هادشي عجبني هاد المنظر هذا من هنا. المهم بحيت بالليل في نانشانغ عالم الخوت، داكشي ناضي ناضي ناضي. غنكتشفوا دابا ستريت فود هنايا، تيبيعوا داكشي هادشي كما هاد الدجاج. الدجاج هنا كاينه البطاطا، هذه بطاطا مقليه تيقليوها بحال هكا. هنا الخوت كاين الشوا. تشوفوا الخوت هذا الديزاين هذا تيعبر على راس العام ديال الشينوا، الشكل ديال النمر هذاك هو الرمز ديال راس العام ديال الشينوا. وعندهم واحد التقاليد هنايا اللي شي حاجه اللي مهمه وكبيره بزاف واللي تيحترموها ديال بزاف، والويشز ولا الادعيه ولا الامانه اللي تيتمناو في هذا راس العام، فهما بحال اللي قلتي تيتسناوهم العام كامل باش يتمناوهم باش يدوز عندهم العام الاخر زوين بزاف. شي شي على ديزاين هنايا 3D، داكشي 3D. هاد المحل هذا ديال الالعاب. شوف الخوت واحد مطايف ليا مع راسه، ناضي ناضي. والله الا مطايف عايش العالم ديالو، نشوفوا شنو تيشوف. خونا مطايف هنايا. شي هاو لاعب البوكس. ايوا المهم الخوت هنايا كاينين محلات فيما مشيتي، عرفتي دخلنا واحد البلاصة عالم الخوت. واو 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 واو، شو على الاضواء تمايا شحال زوينة. شو 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 شي ناضي ناضي ناضي. دونك الخوت إلا جيتو لنانشانغ حاولوا تخرجوا لا بالليل وتجيو لهاد البلاصة هادي اللي سميتها هي هادي.
هنايا تقدروا تفوجوا مع راساتكم الدور، وهاد البلاصه غير ديال الدوران صافي، فيها بزاف ديال المحلات وفيها الديزاين ديال الشناوي هادو، الديزاين ناضي ناضي ديال بصح، وكاين العائلات والصحاب هنا تخرجوا ديما تفوجوا مع بعضياتهم في هاد الاجواء الجميله جميله بزاف. ومعنا هنايا الاوكرانيه هنا. ها هي، هاو دو يو فيل ذا بليس جود؟ إيه لا، إيه لا، بس مرحبا بالناس ديال أوكرانيا هنا. دوك الخوت أنا دخلت دابا واحد الزنقة هنا فهاد البلاصة هادي بالضبط، ما كاينش شي واحد تيجي لانشانك و تياخد الصويرة هنا، ضروري خاصك تجي لهنا و تاخد الصويرة. فهاد الشارع هذا بالضبط بدا انا تيجي تياخد الصويرة ديال بصح. دوك الخوت أي واحد جا لانشانك بالضبط يجي لهاد الشارع هذا ضروري ضروري. شوف 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 هذا اشهر شارع كاين في هاد البلاصه هادي. لقينا واحد الطواله هنايا، لقينا فيها صحاب، المهم الدريات غيعجبكم هادشي، داكشي ديال الضفار الماسكات العقيق الطوانق. الطواله هادي غادي تعجب البنات وحتى صحاب الاوتاكو بطبيعه الحال ما غنساوهمش. كاينين دي زيدان، كاين شي ناس يبيعوا هنايا داكشي ديال ناروتو المجسمات الانيم داكشي الاكسسوارات الصغار ديال الانيم هنايا في الطواله هادي. شنو تعتبر من واحد البلايصه الخوت اللي فيها بزاف ديال الشركات ديال القهوه واتاي وهادشي اللي معروف هنا. دونك قبيله قلت لكم كانت واحد الشركه معروفه، مي عاوتاني ملي تجي لهنا تلقاو شي شركه اخرى اللي معروفه بداكشي ديال القهوه واتاي. سميت الشركه نايوكي برو، هذه شركه يابانيه. دونك تلقى بزاف ديال الشركات ديال العالم. دابا شرينا من الشركه اليابانيه بطبيعه الحال ما غنقدروش ما نلقاوش واحد الشركه اللي معروفه في العالم كامل هنايا ديال القهوه واتاي اللي هي ستاربكس. الريحه اللي خارجه من المحل ديال ستاربكس واحد الريحه اللي زوينه بزاف، داكشي علاش غنشري عندهم دابا قهوه وانا معاكم، خليكم بقوا معايا. تشو؟ ويشي كابوتشينو تقامت علينا ب 29 كوار، غالي غالي قهوه ديال ستاربكس، غنكونوا واقعيين بحال بحال العالم كامل. المهم الخوت كيفاش تعرفوا على ان الشركات الاجنبيه هنا في الصين ملي تجي تحط المشروع ديالها هنا في الصين حتى تتخلص واحد لي طاكس اللي طالعين بزاف، هذه معلومه خاصكم تعرفوها. واي شركه شفتوها ديال القهوه اتي راه ماشي 100% صينيه، تكونوا شركات كوريه، شركات يابانيه، شركات امريكيه وحتى شركات اوروبيه عكس بحال الشركات الفرنسيه وداكشي ديال القهوه والحليب. دونك اي شركه تبان لكم هنا اجنبي عرفوها الشينوا عطاوهم العصا في لي طاكس، حيت الشينوا في الفلوس ما تيتفاهموش الخوت. كيف تشوفوا هنايا الشينوا مهلين في المكان ديالهم، والناس اللي غادي يجيو لنانشانغ ولا اللي غادي يقراو في نانشانغ ولا اللي باغيين يسافروا تنصحهم يجيو لنانشانغ، هي واحد المدينه اللي زوينه بزاف. وحتى الناس اللي غيقراو في لانشان تنقول لكم عندكم الزهر الخوت تتعتبر من اكبر المدن في جيانشي وواعره بزاف. تشوفوا هنا الديزاين، شو بغيت نصور لكم هادشي كامل الخوت، مي غنحاول ماكسيموم نبارطاجي معكم هاد البلاصه الواعره الواعره بزاف، وبغيتكم كاملين تجيو لها. الناس اللي ما شافوش السميه في الاول ديال الفيديو هذه هي السميت. تقدم لكم البواط، هذه بواط صينيه عندهم بحال هكا المغنيين المشهورين هنا في الصين، اللي مشهورين زعما ماشي العالم غير الصين هنا الناسيونال. المهم تلقى لي ريزيرفاسيون الاثمنه ديالهم وداكشي كامل. انا عجبني الديزاين ما كذبش عليك، ماشي تشجع على البوط، مي الديزاين ديال هذا البوط عجبني ديال بصح. الخوت كيف تشوفوا هنايا واحد الجيتار هنايا، المهم غتشوفوه هو كلير، انا غتشوفوني مضبب مي الجيتار كلير. شنو هما تيبغوا يديروا الماركتينغ شي حاجه تيزينوها بالضوا بحال دابا، شوف 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 شحال ديال الضوا هادشي واصلين شنو واحد التكنولوجيا، هادشي ماشي كاينه في نانشان كيف اي مدينه كبيره في الشينوا تلقاو بحال هكا، تلقاو الضوا والضوا والضوا باش ياتيغيو الناس حتى المحلات الصغار بحال هذا. تخيل معايا دابا هاد المحل هذا تيبيع غير الديزاين وداك الشيء، حتى هو تلقى فيه الضوا بحال هكايا، وتلقى تيبيع بحال هكا الطعرج ديالهم وداك الشيء، وتلقى فيه الضوا. علاش؟ باش ياتيريو الناس اكثريه ويشرو من عندهم، علاش الضوا تيلعبوا واحد الدور اللي مهم بزاف. دابا انا الضوا دابا اتيراني والله الاتيران. الخوت غتلقاو هادو تيبيعوا لك الدجاج المقلي الخنزير المقلي وداك الشيء في القطبان بحال هكا. هاد المحل هادو تيعجبوه الشناوه بزاف. عندك هنايا هادو صحاب الديزاين صحاب داك الشيء التقليدي الصيني تيبيعوه بحال داك اللي عندنا حنايا في باب مراكش وداك الشيء. عندنا هنايا واحد تيبيع الالعاب، واحد تيبيع الطرابيش، واحد تيبيع داك الشيء ديال الدراري الصغار. دونك الخوت تقدم لكم واحد البلاصه ديال الجيمنج، وباش يديروا لها الاشهار شوف دايرين الضو باش يديروا لها البلاصه الاشهار. دونك حنا غندخلوا، هادشي معروف في دول اسيا هاد الالعاب هادو. علي 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 هاد الالعاب معروفين في اسيا ديال بصح الخوت.
شي ناضي 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 الخطو. الا جيتو نتوما الاصدقاء ديالكم تنصحكم تجيو لهاد البلاصه تستمتعوا تستمتعوا ديال بصح فهمي تشاب. انا بحال اللي قلتي غير حجه وزياره مره اخرى راه غنرجع انا مي بوحدي. المهم كاين هاد لا ماشين هادي الا بغيتي تاخذ تصويره فيت في ديرها في لاكارت ناسيونال اش من لاكارت ناسيونال هي ديرها غير في الميلف. المهم الا بغيتي تاخذ تصويره فيت في ديرها في الميلف ولا شي بلان وتصور اكثر شيء يديرهم غير بوغ فان زعما فور فان كون معكم واقعي. اول محل اخر ديال الالعاب شي ناضي الخوت شي شوشات شي ناضي ديال بصح واو 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 هادشي شو مستقبل نانشانغ مستقبل الاخو. المهم بحال هاد البلايص يجيو لهم البنات البنات الشابات والشباب حتى هما تيقصرو هنايا دونك اخوتي هنايا تيبقاو غير لي ريستورون هنايا فهاد الشارع هذا غادي نمشيو نكتشفو شي بلاصه اخرى. عرفتي قدامي واحد البلان واعر الا بغيتو ندير عليه حتى هو شي فلوغ نبلبلوها فيه اللي هو كي تي في. هاو هاد كي تي في هذا واحد البلاصه اللي تدخل لداخل تعطوك مايك وداكشي تبقى تغني مع راساتك تغني الشعبي اللي بغيتي هنايا. شو شو هو باش يبان لك زعما في الطريق حتى هما دايرين لي الضوا وهذا ناضي. دوك اخوت غادي نمشيو للشارع الاخر اخير خوت هاد البلاصه كبيره بزاف فيها لي ريستورون فيها صحاب الساندويتش فيها صحاب فاست فود وشو والكا اف سي الكا اف سي دايرين لي كروسه ديالو امريكان هادي صح هو الكا اف سي فاست فود تقدر تاخذو بالزربه كاع ناضي ناضي هاد الفكره هادي والله وكلشي بالضوا زعما الماركتينغ علاش جهد هنا عرفتي تجي هنا تخسر فلوس ولكن تسال والله تجي الويكاند الناس ديال نانشانغ اللي غادي يجيو لنانشانغ ولا اللي باغيين يسافروا الشينوا تنصحكم بنانشانغ. دوك الخوت حنا وصلنا للاخر ديال هاد الشارع هذا. المهم هنايا كيف تشوفوا تيبقاو المحلات هذوك الصغيورين ديال الالعاب وداك الشيء ديال الدراري الصغار وديال داك الشيء الشغل هادي وهنايا مورانا واحده من اشهر المخابز هنا في الشينوا. طبيعة الحال هاد المخبزة هادي ماشي مخبزة ديال الشينوا هادي مخبزة انترناسيونال ما عرفتش واش كندية والله ما عرفتش الخوت مي تعتبر مخبزة مشهورة. دوك الخوت انا باش تعرفوني الخوت الحاجة الوحيدة اللي لاحظت هنا راني نبارطاجيها معاكم هو انه الناس ديال نانشانغ انا تنهضر على هذا على دابا على دابا ما مرتاحينش للاجنبي. انا دابا تنصور شحال من واحد تنقول ليه هلو ما تيجاوبنيش يبقى يخنزر فيا ولا تيشوفني شي ديال الماسك كون معكم واقع الخو. المهم باقي الناس ديال نانشانغ جاوني في شكل ديال هانجو بعد شويه فيهم شويه الضو اما هادو فهمتيني بحال اللي قلتي ما مرتاحينش ليه. وحتى الجايد هو قال لنا ديروا الماسك باش الناس يقدروا ما يرتاحوش ليكم وكل اللي غادي يغوت عليكم ولا كل اللي غادي يدور فيكم. انا ما لبست الماسك حيتاش ما بان لي حتى واحد لابس الماسك اكثر يدينا داكشي علاش قليل اللي لابس. المهم نتمنى الخوت الفيديو عجبكم طبيعة الحال. المهم درنا لكم واحد الفلوق هنايا بالليل الحياة هنا بالليل خفيف ظريف أي حاجة تقدروا تشهاوها غتلقاوها في هاد البلاصة لي ريستورون ديال الشينوا تنصحكم أنكم تدخلوا تجربوا الماكلة ديالهم ولكن كل داكشي اللي ماشي حرام بحال الحلوف وداكشي ما حرام. المهم استمتعوا ليا مع راساتكم جيو مع أصحابكم هنايا في هاد البلاصة هادي قصروا ليا الألعاب الناس اللي باغيين يشريو شي حاجة سوفونور العائلات ديالهم وجايين هنايا كتوريست يشريو من هنايا فهم تيبيعوا داكشي اللي تقليدي بزاف والستريت فود الناس ديال الستريت فود اللي بغاو يجربوا الستريت فود هنايا هاد البلاصه واعره بزاف ومعنا هنا عطا. Did you like the views? This really tired. كان الخوت بالنسبه للدراري الصغار الدراري الصغار تيجي عندك تيقول لك هيلو الدراري الصغار طالعين مزيان. You didn't finish. Yeah, I forgot one scene. خوت الدراري الصغار ديال الشينوا جينيراسيون اللي طالعه من هنا قدام غتكون جينيراسيون اللي مولفه على الاجنبي دونك حتى هما تيقول لك هيلو من الناس كبار ما تيقولوش هيلو تيخنزروا كلشي. المهم عطا عطا عليه say something to Morocco. It's very good, like كيف حالهم like يلا 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 مرحبا بكم في نانشان الخوت. هادشي اللي كان في هذا الفيديو هذا تنتمنى ان الفيديو يكون عجبكم كانت واحد البارطاج مول اللي خفيفه ظريفه بطبيعه الحال حنا جينا مع سبونسور داكشي علاش ما نقدرش نبقاو بزاف هنا عطاونا الحق في نص ساعه ما نقدرش نشوفو فيها كاع البلايص. نتمنى ان الفلوغ كان عجبكم بارطاج معكم الماكسيموم كان معكم يحيى بديدين في الفيديو ما تنساوش لايك سبسكرايب كومونتير بيس ليكم.